يا شوشي حبيبي، ايه الشراب ده؟ انت رايحه تلعبي كوره ولا ايه؟ عجبك يا حسين؟ عجبك؟ عجبني، انت هتوضحيني قدام اخواتي. حبك انا حبيبي. ما انا بحب، ما انا بحب. تديني فلوس بقى حبيبي. نو فلوس، مفيش فلوس. طب اديني وانا هقسطهم لك. لا نو فلوس نو. انت عارف حسين انا ببعتهم كلهم فيلبين. يخرب بيت الفلبين. طب اديهم لي واكتب لك قنبله. حسين اقعد حبيبي، سلامتك. روحي. احبك انا. احبك انا. باي باي يا عامر. كم استاك يا سوشي؟ انا الحمد لله حلو. لا انا بقول لك مع السلامه. لا كم استاك يعني ازيك؟ ايه ده، انا بقرا غلط بقى، معلش. يلا خلاص روحي انت. ايه حسين؟ بغير عليك. انت حبيبي حسين، هتوحشني يا حسين. باي باي يا روح. باي باي. لا هتجنن والله، بقول لك تحبني قوي. لا واضح. يلا بقى سلام. عامر راح فين؟ يا راح اجيب هاجر. هاجر تعالى تعال اقعد جنب اخوك. حاجه برضه مش هنخلص منك. انا تعبان يا عيني، تعبان متجبس. هدلكها لك يعني؟ لا لا، هنجيب مسكن. طب ما تجيب مسكن. هات $2000 نروح نجيب مسكن. منين؟ ده العجله نايمه وايدي انضف من ايدك. يا راجل العجله نايمه. ماشي، مش عايز مش عايز، بس خليك قاعد معايا، خليك قاعد معايا تسليني. ايه ده؟ ده اخويا هلا وتعبان. الله، ما اقدرش اسيبك كده. الله، لازم اجيب لك حاجه تسلم. هديه. امسك بقى. ايه ده؟ امسك بقى. ايه رايك؟ ايه ده؟ اتسلى بيها. ايه يا عمر ده؟ يا عامر جايب له عربيه لعبه. صحيح، سوقنا. طب ما تاخدها وتجيب ال $2000. خدها. بص بقى، اللي اقدر اصرف لك فيه هم $500، ده عشان الاخوه بس. حلوين، فضل ونعمه في ايدك عليهم. ايه ده؟ ايه ده؟ افتح. مين ده؟ نشوف اهو. مين؟ مين؟ لا انت ومين؟ ازيك يا عامر؟ حسين اخباره ايه؟ اه كويس جوه مش قاعد. تعالى حبيبي، تعالى يا دولي، تعالى حبيبي. ده يا ابني اللي امك والسرير. زهقت زهقت زهقت. صالح قلت اتمشى شويه، اجي هنا زهقت قوي. بدري يوم السرير. معلش الدكتور قال له كده اتحرك شويه عشان يخف. الف سلام عليك. الله يسلمك يا حبيبي. $5000 هم. حبيبي حبيبي $5000. سد دينك ولمي نفسك. عناي عناي. حاضر عناي. اتكل على الله. لا لا، خليك قاعد معانا شويه بقى. دي شوشي مشيت بقى، خلينا براحتنا. فؤاد مستنيين تحت عند مصلحه. معلش اقعد معانا شويه. شوشي مش هنا. اوعى تكون خدت منها فلوس. انا عرضت عليها بس هي رفضت بصراحه. ما تاخدش من حد فلوس. مش هاخد يا معلم. السلام عليكم. السلام يا حبيبي. خدني معاك بقى. شرفت. عامر في ال $500. انت لسه قافش. هات 500. فين؟ السلام. السلام يا حبايب. تعبان. ايه بلزه خمس سنين ودول. خليت عليهم. هو حضرتك هنا من زمان؟ اشمعنى؟ اصل انا جديد هنا وخايف ما اكملش، ونفسي قوي قوي اتعلم لغه. هو حضرتك متجوزه؟ اه حضرتي متجوزه. ومن فضلك تتفضل بقى، علشان انا للاسف مش هقدر اساعدك. متجوزة مين؟ يلا محمود، يلا محمود، يلا محمود. يا دي النيلة. معلش بقى، هو بيرز مجانين كده. بس هو بصراحة يعني معذور. بيكيرو. يو تاميانو. طب قول لي بقى، هتعزمني على الغدا هنا ولا هتفضل تقول لي بقى أنا بحب آكل من إيدك، طبيخك زي السكر، والكلمتين اللي بتفضل تقولهم دول؟ هو صحيح انا بحب اكل من ايدك. وطبيخك زي السكر. ماشي. بس احنا ممكن نتغدى هنا وبعد كده نتعشى في البيت. انا هقولك على حاجه. انا اللي هعملك العشاء النهارده. يس. ايه رايك؟ يلا بينا. اقعد يا ابو حميد، اقعد ساعه يا حبيبي، اتفضل. لا اله الا الله. اتفضل يا حبيبي، اقعد استريح. اهدى اهدى بس. اهدى اهدى. ايه يا فؤاد باشا؟ احنا بقالنا ايام متمرمطين في الحوسه دي، ما تخلصونا بقى.
هو جال 10% من دم الحي. قلنا ماشي نعمل ايه تاني يا جدع؟ انت هتولول؟ حد خد منك حاجه؟ يا سلام، دول 300,000 دولار يا فؤاد باشا، شجع 15 سنه حته واحده. ده انا لو رجعت بلدنا محدش هيعرفني. وايه اللي خلاك حنيت؟ ما تخليك قاعد دفيان جنب فلوسك. خايف اموت، خايف اموت. ايه يا جدع انت؟ الله، انت جاي تظلمها ولا ايه؟ صدق بالله يا فؤاد باشا، انا كاتب كتابي بقالي 15 سنه وما دخلتش. خلاص يا عبد الحميد، صعبت علينا، روح انت بس وانا اشوف لك حل وهو بقول لك عليه. عبد الحميد روح انت كده، خلصنا ماشي، واحنا ان شاء الله نكون خلصنا المصلحه بتاعتك دي. ماشي يا فؤاد باشا، بقول لك ايه يا صالح، ابوس ايديك، ابوس ايديك تخلص في المصلحه دي، تخلص فيها. سره عرفوا جبره وغيره، هل اللي هروح في طيس؟ ها؟ خلاص خلاص يا حبيبي ما تخافش، عشان خاطري. طيب اتكل على الله دلوقتي، اتكل على الله، ما تفرجنيش بقى. ماشي اتكل على الله. ولا يهمك، ماشي يا فؤاد باشا، مع السلامه يا حبيبي. السلام عليكم. مع السلامه يا كريم يا رب. السلام عليكم. مع السلامه يا اخويا. ده ايه النصيبه دي؟ وبعدين يا صالح هنعديهم ازاي دول؟ والله ما عارف يا فؤاد، انا مش خايف ان الفلوس تتمسك، انا خايف على سنين عمره اللي هتروح حاضر. علي، ايه اللي انت بتعمله ده؟ السجاير الممنوع صبح ده رخم قوي، لو شافك هيعمل لك مشكله ويوديك في داهيه. رخم على نفسه. بقول لك ايه، وقف لي على الباب واقول ما تلاقي الرخم ده جه يبقى اديني اشاره. ورحمه ابويا لعلمك ان مخزن صبحي ده زي الجامع، لا سجاره ولا حتى جزمه في رجلك. يا ريس حضرتك فاهم غلط، دي مش سيجاره، دي مش مولع، دي مش ولعه يعني. انا بس حاططها في بقي منظر. منظر؟ ها، يبقى خلي المنظر ده ينفعك يا ابو منظر. هنفضل قاعدين كده ياما؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا مسهل، يا مسهل الحال. صباح الخير. ايه ده؟ اهلا وسهلا. ظهرك قافش برضه؟ والله انت مؤمن في حق نفسك يا فؤاد، ما تكشف يا جدع. هو في وقت، اكشف امتى بس يا صالح؟ هو في بعد الصحة، خلي بالك من نفسك شوية. يا سلام يا اخويا، اهتم انت بس بصحتك. صباح الفل. صباح الجمال. كارف حاجه دي يا صالح؟ كارف ايه؟ ده حته اصل اشرب حجرين. يا رايا يا جدعان، هو في ايه؟ احنا بقالنا ايام ياه متمرمطين، ما تخلصونا في المصلحه بقى. صدق يا عبد الحميد، انت امك دعيالك؟ لا والنبي، شايف الحبل اللي معاك ده؟ ايه هتشنقني بيه؟ الحبل ده عمرك ما هتنساه في حياتك. ما هو لازم. عبد الحميد، اه 10,000 دولار وقتي. 10,000 ايه؟ جاي ولا الدور الجاي؟ السمك، السمك الحلو، السمك الطازج، حلو يا سمكني.
صباح الخير. صباح الفل يا حبيبتي. السمك ده طازه؟ ايوه يا اختي. طيب هاتي السمك وتعالي. اشتريه كله، كل اللي في المشكله كله. ايه ده كتير قوي، تعالي بس. كتير عليكي يا حبيبتي. فرجت يجعل نهارك نادي وزي الفل. ايوه كده. تعالي فضحتينا اهو. صباح الفل. صباح الخير. اقعدي يا حبيبي. ده اسمك ايه؟ اسمه عبد الجواد. ما شاء الله ربنا يخليك. باين عليكي بتحبي العيال قوي يا عبدي. انا عندي 7 غير الواد ده. عندك 7؟ 7 عيال. وانت يا حبيبتي عندك كم عيل؟ لا انا ما عنديش عيال، انا كنت متجوزه ومطلقه ما عنديش عيال. ربنا يعوض عليك بجوز طيب وحنين زيك كده. ان شاء الله. طيب لفي لي 2 كيلو بس. الحمد لله ربنا كرمنا وخلصنا المصلحه. طول ما انت فيها ده ولازم ربنا يكرمنا. عامر اهو. يا عامر. عم فؤاد. زي يا عامر جاي على الصبح يعني؟ مش خايف صاحبك يشوفك؟ ليه يعني؟ حد يقدر يمنعنا اشوف اخويا؟ حنين قوي حنين. جاي لي ولا جاي عشان تاخد الكوميشن بتاعي؟ والله ما عايز حاجه غير فلوسي وحقي وبس. انا بصيت لكم راجل صعيدي زي البدل مع الشر. ليه؟ نكونش فاتحينها مزرعه دواجن؟ عايز كام؟ بص خرمت البسبوسه وادوني حته قشطه. اديله يا عم لحسة قشطة يا خاطر فؤاد. ماشي ماشي يا دايما. بعد عليا. جي لك طبعا. حاضر. حتة قشطة. حتة قشطة. حتة قشطة جميلة ايه؟ حبيبي حبيبي يا عم فؤاد. سلام يا عم. حرمش منك. توفيق يا حبيبي. كام دول؟ الله. أبو شوية الأكل الحلوين دول يلينونك الحديد يا معلم. على الله يطمر بس. أنا مش عارف اللي اسمه صبحي ده جايب العفانة دي منين؟ نايم في المخزن على طول وعلى قلبه قد كده. يا عمي بقول لك ايه؟ ما تخليك يسكن معانا او يتهد شويه وينزل من على ودانك. يسكن؟ يا اخي ده انا خايف شويه الاكل دول يلبسوني قضيه رشوه معاه. ربنا يستر. ما تخافش يا عم هتدعي لنا ان شاء الله. على الله. يلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام.